صباح الهنا والنصر والجمال والرشاقة وكل حاجة حلوة يا رب علينا جميعا وعلى حضراتكم. وخلينا كده نبدأ الفقرة دي ونقول دايما سؤال بنطرحه لنفسنا، بنطرحه على بعض، بنحاول كده نلاقي إجابة عليه. معظم الوقت مش بنلاقي، إزاي أخس بشكل صحي ولما أخس ما تخنش تاني؟ لأن في ناس كتيرة تخس وبشكل صحي وتبقى مبسوطة، تقعد شهر اتنين فجأة تلاقي نفسك بتاكل أكتر من الأول وتلاقي نفسك رجعت وزن أكتر يعني من الأول. طب الحل إيه؟ إزاي ممكن نعالج مشكلة السمنة دي؟ إزاي نعمل خطوة للدايت من غير كمان ما نحرم نفسنا، من غير ما نمر بقى بفترة شعرنا يقع، ضوافرنا تتكسر، المود بتاعنا يبقى مش حلو؟ الكلام ده كله إزاي أخس وأخس صح ويبقى عندي حيوية ويبقى عندي طاقة ويبقى المود بتاعي حلو وميبقاش عندي همدان؟ في حاجة كمان؟ شوفوا كل ده اجابته عند دكتور دينا. خلينا نرحب دكتور دينا ابو السعود، طبعا المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. وصباح الفل وبونجور وسنه جميله علينا يا رب جميعا. يا رب امين يا حبيبتي. أمين يا رب. نبدا بقى السنه دي كده وندي بعض الارشادات للناس اللي عايزه تبدا السنه بكمان شكل مختلف. ناس كتيره بتقول لك انا هبدا من اول السنه وهغير شكلي وهخس، والناس الاوفر ويت تقول لك خلاص انا مش هقبل اكمل كده، والحامل اللي بتولد اللي وزنها عالي، والناس الكبيره في السن اللي بتقول لك انا عايز اخس عشان صحتي عشان ركبي، نعمل ايه؟ مهم قوي ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. يعني يعني على طول بقول مشكله السمنه مشكله كبيره جدا، ومش بس كبار السن اللي بيعانوا منها او الشباب، حتى الاطفال دلوقتي بقوا يعانوا من مشاكل كتيره جدا في موضوع السمنه. هنعمل ايه؟ لازم هنظبط اكلنا، ولازم نلعب رياضه خفيفه. انا ما بقولش ان احنا كل يوم نقعد في الجيم، لا، نتمشى. الستات اللي قاعده في البيت اللي ما بتشتغلش تقوم تطبخ تنظف البيت، لازم الحركه، لازم طول الوقت حركه. لما نفضل قاعدين على الكنبه واي حد معدي قدامنا نصطاده يجيب لنا حاجه. ايوه صح. نغير طريقه الاكل، ما ينفعش ان احنا كل يوم نمشي على اكل مش صحي، ما ينفعش ان احنا كل يوم ناكل سكريات كتيره جدا، ناكل دهون كتير جدا، ناكل نشويات كتير جدا، لا، لازم نغير اللايف ستايل ولازم نخس بطريقه صحيه وامنه. يمكن معظمنا بيبقى عنده مشكله شراهه في الاكل، وان احنا مش قادرين ان احنا نكبح شهيتنا بصراحه. دي بتحصل يعني لينا حتى الناس اللي مش اوفر ويت على فكره، يعني ممكن ناس تلاقيهم وزنهم كويس 62 65 مع الطول يبقى مناسب، تلاقيهم عندهم شراهه في الاكل، ماسكين نفسهم بالعافيه، بيروحوا اوقات كريفنج حاجات بتتخن. احنا كده حتى صح. يعني احنا كده، انا كده برضو، كلنا كده بصراحه. يعني فازاي مش هنضحك عليك. اصل الاكل برضو متعه، وكل حاجه فيها اكله، هنخرج هناكل، هنتعزم في حته في البيت هناكل، ولو قلنا لا بيبقى في قدامك. يعني انت مثلا مش هتاكلي حلو، اللي جنبك بياكل حاجه حرمه غصب عني هضعف. يعني صح. طيب هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ شركه بايو ناتشرالز اللي خصصت كورس كامل ان احنا نقدر نخس بدون حرمان. يعني ايه بدون حرمان؟ ايوه، ان احنا نقدر. هناخد البيستا، بيستا من انتاج شركه بايو ناتشرالز. طبعا شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لمنتج بيستا، وبطمن كل الناس انه مرخص من وزاره الصحه المصريه ومتواجد في الصيدليات. بس لو عايزين ناخد الكورس كامل لازم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايو ناتشرالز، ويوجد فريق طبي كامل لمتابعه الحاله كل اسبوع بالمجان. طيب اشمعنى انا بنصح ببيستا؟ لان بيستا اولا مكوناته، اول حاجه طبعا زي ما انا قلت مرخص وزاره الصحه المصريه فامن، تاني حاجه مكوناته طبيعيه عباره عن الياف. الالياف مهمه جدا للاحساس بالشبع والانقاص الوزن والتحسين عمليه الهضم. عشان كده ناس كتير برضو على فكره من العملاء اللي اخذوا بيستا اللي كانوا بيعانوا من امساك مزمن بطلوا يعانوا من الامساك المزمن، لان الالياف اللي داخل بيستا بتحسن جدا عمليه الهضم وبتحسن الجهاز الهضمي بشكل عام. طب من اهم الالياف اللي داخل بيستا الشوفان وقشور السيليوم ورده القمح. فانا لما باخد بيستا قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتي، احنا المصرح المصرح ان احنا ناخد ساشت واحده كيس او اتنين او تلاتة بالكتير. اللي يقدر يقول لنا كام ساشت في اليوم هو الفريق الطبي الموجود بالظبط حسب الوزن والطول والحاله الصحيه بقى. وطبعا كتله الجسم اللي هو البي ام اي لازم نحسبه عشان نعرف احنا اوفر ويت قد ايه. يعني لو حسبنا كتله الجسم
لغايه 29.5 احنا تمام، بس من بعد ال 30 انا في سمنه، من ال 35 لل 40 اللي بعد ال 40 سمنه مفرطه، فلازم الفريق الطبي هو اللي هيتابع الحاله وهو اللي هيقول هياخد كام ساشت في اليوم سواء ست او راجل. اولا بيستا طب بطعم التفاح، ف ما فيش حد يا جماعه ما بيحبش التفاح. لا لا بيتحط على ميه، على 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 يعني بيتذوب في ميه كوبايه كبيره عشان الالياف تمتص الميه، ولما نيجي ناخد البيستا قبل الاكل بنص ساعه بيحصل حاجه زي ماده جيلاتينيه او بتنفش في المعده، فحجم المعده بتملى، فلو انا باكل طبق قد كده على الغداء هلاقي نفسي باكل ربعه. واكيد بنصح واحنا بناكل ما ناكلش بسرعه بسرعه، انا باكل بسرعه بس بحاول افكر نفسي ان ما ينفعش معلقه في الثانيه وفي الثالثه، لان هرمون الشبع بيفرز بعد ثلث ساعه من الاكل، فلو اكلت بالراحه في خلال ثلث ساعه هلاقي نفسي شبعانه، مع بيستا هلاقي نفسي خلاص. فطبعا بيستا رائع على انقاص الوزن. ولما قلتي يا لهواند مش عايزين نخس ونلاقي شكلنا تعبان، بالظبط دي يعني نقطه مهمه جدا، لان بتلاقي كتير بيعملوا، وعلى فكره موضوع انقاص الوزن ان انا احرم نفسي من الاكل ده خطر، مفيش حاجه اسمها ما اكلش خالص. ايوه بس عارفه انا باكل ايه، حتى مع بيستا لما نيجي نبدا الاكل نبدا بالسلطه، نبدا بالشوربه، ما نبداش بالرز والمحاشي والمكرونات، ما نقدرش ده، ناكل بروتين لو عندي فراخ او لحمه او سلمون او كده مع السلطه، وفي الاخر ناكل معلقتين ثلاثه من النشويات، لان النشويات مهمه جدا صح. للطاقه يعني. هعمل ايه كمان مع بيستا عشان ما افقدش جمال شعري ونضاره بشرتي ولا اضوافري بتتكسر؟ لازم اخد معاه قلب مالتي فيت. ده مهم، ده بقى المكمل الغذائي اللي بيحتوي على فيتامينز مختلفه المفروض الجسم بيبقى محتاجها اون ديلي بيزس. طبعا يعني. طبعا قلب مالتي فيت رائع، قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء المصريه. قلب مالتي فيت داخله 13 فيتامين ومعدن. من اهم الفيتامينات اللي داخل قلب مالتي فيت لو هتكلم على فيتامين سي، يمكن فيتامين سي احنا عارفين يا نهواند للبشره وللشعر وللمناعة، مهم طبعًا جدا طبعا للمناعة، اكتشفناه المناعة ده مع الكوفيد. بالظبط. لكن الدراسات الأخرانية أثبتت أن فيتامين سي رائع لحرق الدهون المخزنة. فأوريدي ألف مرة احنا مشكلتنا بقى في الدهون المخزنة دي. صح يعني مش اللي بتدخل جديد مخزنة. عايز أقول لك أن بيستا كمان دخله كروميوم، الكروميوم بيعمل على حرق الدهون المخزنة فهيبقى رائع. داخل قلب مالتي فيت اقدر اقول كمان فيتامين بي او فيتامين ب المركب اللي هو كومبلكس كله بقى. في حاجات محترمه كتير في الصيدليات تحتوي على فيتامين بي، بس بتلاقي ايه واحد واثنين وثلاثه، ما تلاقيش 12 الكوبالامين ده مهم لدعم الدم اصلا. ما تلاقيش البيوتين، البيوتين مهم للاعصاب، مهم للشعر. ما تلاقيش الفوليك اسيد، الفوليك اسيد احنا عارفين قد ايه اهميته للشعر واهميته للست الحامل، مهم جدا، واهميته للاعصاب كمان، واهميته لتكوين كرة الدم الحمراء الفوليك اسيد. فعندي داخل قلب مالتي فيت كمان فوليك اسيد وكل عائلة فيتامين ب اللي بتدعم لي جدا التمثيل الغذائي. عندي داخل قلب مالتي فيت الزنك، الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم ومهم لكل الخلايا اللي بتتجدد عندي في الجسم، زي الشعر، زي الضوافر، زي الدم، الدم بيتجدد، زي العظم، المعدة نفسها بتحب قوي معدن الزنك، كفاءة حموضة المعدة بتشتغل أحسن مع الزنك، والزنك داخل قلب مالتي فيت بنسبة 23.9 أعلى تركيز في الزنك. عندي داخل قلب مالتي فيت مع الزنك النحاس، وعندي الكالسيوم، الكالسيوم مهم قوي طبعًا. احنا كستات يعني والحلو فيه ان الكالسيوم ما عنديش الكالسيوم بنسبه عاليه فخاف من ترسيب الكالسيوم، او اخاف انت عارفه لو الكالسيوم زاد قوي بيحصل ترسيب، لكن قلب مالتي فيت دخله 70 ملي جرام كالسيوم اللي هي الدوزز الافريج يعني. الجسم محتاج 1000، الجسم محتاج 1000 ملي جرام. طبعا الكالسيوم موجود في الالبان، البيض، وات ايفر، والمكسرات، لكن نقدر كمان لو ما بنعرفش ناخد كل يوم الكالسيوم اللي هو ال 1000 يوميا، بعوض بنسبه من قلب مالتي فيت اللي هو دخله 70 ملي جرام كالسيوم. هايل جدا. طيب احنا معانا حاله لواحدة اسمها أميرة وهي عايزة تتكلم، أو يعني هنشوف وهي بتتكلم تحديدا تجربتها قبل وبعد مع طبعا بيستا. والحاجة التانية عندنا أسئلة للمشاهدين برضو، ما بحبش إحنا ننهي الفقرة من غير ما نسألهم. خلينا الأول نبدأ بأميرة، نروح نشوف الكيس دي ونرجع نكمل مع حضراتكم. مساء
ازاي ساعدك تخسي؟ أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص. كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة، لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر، هي بيستا. حلو جدا ان حد يتكلم، بس في نفس الوقت انا شفت ان هي بتقول ان هي خست بشكل كبير وباين على جسمها، بس وشها ما خسش يعني. الوش ما تعرضش للشحوم. يعني لان هي بتاخد الكورس على بعضه، بتاخد بيستا وقلب مالتي فيت، وعلى فكره كمان داخل الكورس فيه الجرين كوفي، القهوه الخضراء اللي بتساعد جدا على معدل الحرق. وشها زي ما هو، لان فيتامين سي يعني موجود، وبيطلع هديه فيتامين د. الفيتامين د مهم جدا، فانت عندك فيتامين سي، عندك زنك، عندك فيتامين بي. فيتامين بي مهم قوي لترطيب البشره، فيتامين سي مهم لاعاده انتاج الكولاجين. فالحلو ان جسمي يخس ووشي يفضل زي ما هو. الحلو. نروح بقى للاسئله. خلينا بقى نروح مع حضراتكم للاسئله دلوقتي. عندنا جمال الغزولي بيقول انا مشكلتي في تجمع الدهون في البطن، فهل الكورس مناسب ليا؟ الكورس مناسب جدا جدا جدا. هيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان اكيد شركه بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري. احنا عندنا الارقام وعندنا صفحه بايوبيستا كمان على السوشيال ميديا. اي اسئله بقى ممكن يطرحوها كل ده على الفريق. كل ده على البيج وعلى ارقام التليفونات، وهيقدر الفريق الطبي يتابع الحاله ويرد على جميع الاسئله. هاجر محمد، انا عندي 24 سنه، عندي مقاومه انسولين، بعاني من السمنه، فهل الكورس ده امن اني اخده؟ امن جدا. اولا الكورس هيبقى امن ليها قوي، بيتاخد في سنها، وبيتاخد من سن 13 14 سنه. وارجع اقول ان الكورس امن لاصحاب الامراض المزمنه، من ضغط، من قلب، من سكر، مفيش اي مشكله ان هم ياخدوا الكورس بكل امان. هايل. أسماء النجار، أنا كنت بعاني من سمنة مفرطة وبدأت أخس بشكل كبير أول فترة، وبعدها ما بقتش أنزل غير بصعوبة جدا، فتنصحيني بإيه؟ المشكلة دي كومن إن الناس بتخس بعد سن معين بيبقى فيه تثبيت، خلاص أنا مش عارفة أخس تاني. صح. حتى لو مقللة أكلي، حتى لو بعمل رياضة ما بخسش. أنا حصلت لي قبل كده. الناس الاوفر ويت قوي بيخسوا اكيد مره واحده، وبيقعدوا في حته معينه ما بيعرفوش، فمحتاجين حاجه تزود سرعه الايض عندهم وتزود سرعه الحرق. اوريدي كورس الب مالتي فيت مع بيستا مع القهوه الخضراء، هتاخد القهوه الخضراء، القهوه الخضراء بتعلي جدا معدل الحرق، وهتاخد فيتامين. لو فيتامين د عندها واقع، بتلاقي ان سرعه الايض عندها قليله. وقلب مالتي فيت المهم فيه جدا الفيتامين اللي بيعلي لي الميتابوليزم بتاع الجسم، وبيعلي لي معدل الايض اللي هو فيتامين بي كومبلكس كله. فلما هتاخد الكورس بيستا من فيتامين قلب مالتي فيت، من القهوه الخضراء، من فيتامين د، هتلاقي ان هي هتخس، وتقدر كمان مع الكورس انها تتحرك، ده هيساعدها اكتر كمان انها تخس، وتشرب ميه كويس قوي. الميه مهمه ان جنرال. الميه مهمه، ومع الكورس الميه مهمه جدا، وان جنرال الميه مهمه، لان الميه اساس كل حاجه حيه. في ناس كتيره اعرفها على فكره ما بتشربش ميه اصلا، يعني دي كارثه في حد ذاتها. بتنسى يا نهوان. انا كنت كده، ان فعلا الواحد بينسى الميه، بس بيعمل ايه؟ واحنا انا في العربيه لازم يبقى ازازه الميه قدامي، في الشغل، في العربيه، قدام التلفزيون. حتى لو انا مش عايزه اشرب ميه، خليها قدامنا. كل شويه ايه، بقين كده، مهم قوي الميه، ما ينفعش نشرب. انا اقول لك مفاجاه، بس مش هبين بقى شكلها. ازازه أيوة. الميه ورايا. والله ورايا. ده 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 الصح فعلا يعني. انا بحب الميه. طيب احمد طلعت بيقول انا ابني عنده 14 سنه بيعاني من سمنه 14 سنه سمنه مفرطه، جربت معاه كل الطرق بتاعه الدايت، وبرده معدل الحرق عنده قليل جدا. لا، ازاي عنده 14 سنه ومعدل حرق؟ ما هو احيانا بتبقى وراثه برده يعني. طبعا يقدر برده الام تتكلم عن طريق شركه بايوناتشرز، عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، هيتابعوا معاها حاله ابنها، وكل اسبوع هيتابعوا
تتابعوا الحاله وهتلاقيه بيخس، واول ما هيخس هي هتتبسط وهو هيتبسط، وهتلاقي ان عنده الحركه بقت احسن، المود بتاعه بقى احسن، لان 14 سنه وعنده سمنه مفرطه ده حرام الحقيقه بصراحه. اقول الوعي دلوقتي ابتدى يتغير والثقافه. يمكن زمان ايامنا واحنا في المدرسه احنا كان بيبقى معانا اطفال تخان جدا، يعني كانوا بياخدوا مننا السندوتشات بتاعتنا، ده كان بيحصل. ايوه بس كانت الاهالي بتسيبهم، يعني الثقافه زي ما اقول لك ابني صغير خليه. دلوقتي اعتقد الثقافه اختلفت، لو انت برضو تاكدي لنا ده يا دكتور، تلاقي البيشنتس كتيره اطفال بتيجي، الاهالي ما بقتش حابه قوي ده برضو. لا بس في اهالي كتير حابه ده، وانا حابين ولادهم يبقوا يعني كميه سويتس، يعني اقول لها يا بنتي سويت مش مشكله بقى، ما انا مش صغيره. صعب جدا ده، قلت لها هي صغيره دلوقتي لكن لما تكبر هيحصل لها مشاكل صحيه، لان لما باجي اربيه على طريقه معينه في الاكل او اربيه على طريقه معينه في الاكل، لما ترجع هيبقى بنيانها قوي. فلازم ازرع النبته صح. طيب بداية لازم التأسيس يكون من البداية بالزبط. بصراحة ليجي بعد كده مثلا، فاكرة كان عندنا كيس واحدة عندها 24 سنة وكانت 114 حاجة كده، فاكرة 114 كيلو 24 سنة، حرام يعني. ما هو ده تراكمات أكيد، البنت كانت من وهي طفلة ما بتقلهاش، لا تلاش، ما بتقلهاش، لا على حاجة يعني، لا حرام برضو. طيب فكرة هنا برضو ممكن حد يجي من السادة المتابعين دلوقتي يقول لك طيب بيستا احنا شفنا المنتج ده، دخلنا الصيدلية لقينا كذا منتج تاني زيه، ايه اللي يخليني تحديدا اروح لبيستا علشان اشتريه علشان اجربه؟ بيستا اولا عبارة عن الياف، الالياف مهمة جدا لكبح الشهية ومعدل الشبع يبقى بالساعات الطويله. الالياف ما بتشتغلش على المخ، الالياف بتشتغل ولا على مخ ولا مود ولا قلب، احنا لا 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 ده ملوش دعوه اطلاقا. فهو عباره عن رده شوفان، قشور السليم، رده القمح، والكروميوم وفيتامين سي فقط. فهو فعلا منتج امن جدا وفعال وما بيشتغلش على المود. مش هاخد قلب مالتي فيت بيستا او الكورس الاقي نفسي عصبيه، الاقي نفسي مش عارفه انام بالليل. قلب مالتي فيت يتاخد الصبح او الظهر، عشان فيتامين بي بيدعم النشاط، فعشان لو حد سال ما حدش ياخد قلب مالتي فيت بالليل عشان يعرف ينام كويس. لكن الكورس لا، ولا هيحصل لي ارق في النوم، ولا هيحصل لي ضربات قلب عالي، ولا هيحصل لي مود مش حلو، ولا هيحصل لي اني عطشانه عايزه جفاف او وات ايفر. فعشان كده انا بحب جدا كورس بيستا من شركه باي ناتشرالز، لانه هنخس بطريقه صحيه وامنه وفعاله. كويس جدا النقطة دي على فكرة، وفعلا موضوع الأدوية المختلفة أو المكملات الغذائية المختلفة أو الماركت بيبقى دايما فيه أوبشنز كتير، بس الواحد لازم يبقى عارف كويس قوي هو بياخد إيه. صح. وقاري ومتأكد إن هو واخد تصريح ولا لأ. إحنا بنتكلم هنا إن إحنا طبعا واخدين تصريح من هيئة، ما هو لو موجود في الصيدليات يا نهواندي بشهور 100%. في ناس بقى تسترخص وتجيب لك حاجات المنتجات اللي بتتباع، يقول لك ده مستورد، ده جاي من بره بربع الثمن. طب لو هو بربع الثمن يعني هيبقى كسب فيه إيه؟ ما هو بالمخ يعني. صح. يا بجد انا بشوف الناس بتبيع وكريمات بشره وحاجات، طب ما انا احط على وشي حاجه لا قدر الله كده تجيب لي حاجه عشان بربع الثمن يعني. لا صح. ما نجيبش احسن يعني، لا نشرب ميه وخلاص. او نجيب منتج تاني ارخص، لكن صح. ما اروحش برقم كبير. لا على فكره والله انا هو عايزه اقول على حاجه على موضوع الكريمات والحاجات دي، احنا عندنا حاجات صناعه مصري يعني هايله. عايزه اقول لك مش هينفع برضو نقول ولا مش هينفع، بس حاجات انا مصري بستعمل حاجات رائعه على رائعه فعلا. عقده الخواجه ما بقتش قوي يعني فاهمه، لكن الحاجات اللي داخل المصانع المصريه الكريمات وحاجات الشعر رائعه وسعرها مناسب جداً. اعتقد لناس كتير حاجات ب 9 جنيه على فكره. أيوه. الكريم اللي بحطه مع 9 جنيه المهم. طيب برضو ناكد على ان الكورس مش غالي ومتناول الجميع، بما ان احنا بنتكلم عن اسعار. الكورس دي نقطه مهمه. رائع السعر، رائع سعر الكورس، رائع فعلا ومناسب جدا جدا وفعال ومناسب لاي حد بيتفرج علينا من الستات والرجاله كسعر وككواليتي كمان. كويس جدا. في كان ناس برضو بتبعت اوقات تطمن او عايزه تطمن من النقطه دي، الناس اللي هي عدت السبعينات، لان احنا بنتكلم برضو الاعمار بتبقى مختلفه. الناس عدت السبعينات غير ان هي عندها امراض مزمنه، هي بتبقى يعني جسمها او صحتها مش متاحه او مش في حاجه ان هي تتعرض لأي ضرر أو تتعرض لأي انتكاسة، فهل الموضوع آمن 100% بالنسبة لكبار السن؟ مش هيأثر على أي أمراض، على أي أدوية تانية بياخدوها؟ الموضوع لكبار السن آمن وبنصح بيه، لأن كمان كبار السن بتلاقي أكيد الحركة مش 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 زي الأول، على طول قاعدين، وهنلاقي الأوفر ويت، هنلاقي كتير منهم أوفر ويت. فأكيد بنصح لأي حد من كبار السن حتى أصحاب الأمراض المزمنة يقدر يستخدم كورس بيستا بكل أمان، مش هيضره إطلاقا بالعكس.
رائع جدا كده. احنا بالتالي ردينا على كل الاسئله والتخوفات والاستفسارات اللي اتبعتت من حضراتكم. اشكرك جدا دكتور دينا بجد، واستفدنا كالعاده. وهنشوف بقى احنا نروح نفطر ايه دلوقتي. يلا بينا فطار خفيف كده. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ومره ثانيه هختم اقول صباح النصر علينا جميعا، ويلا يا اهلي في ظهرك. ان شاء الله كل الايام اللي جايه والسنه كمان تبقى وشها حلوه جدا علينا وعلى النادي الاهلي. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.